لم يكن أبدا يوما عاديا في البحرين، إنه يوم من الأيام التي ستسكن الذاكرة ولن تغادرها. الخميس 3 أبريل من العام 2014، يوم ودعت فيه الجماهير في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد حسين أحمد شرف، الذي لقي مصرعه وسط ألسنة النيران فيما منعت قوات النظام سيارات الدفاع المدني من إسعافه في منطقة العكر قبل يومين. وعلى الرغم من قيام قوات أمن النظام بمحاصرة المنطقة، إلا أن الآلاف شاركوا في الجنازة التي طافت شوارع المنطقة محولة مراسيم التشييع إلى استفتاء على شرعية النظام، شيبا وشبان، نساء ورجال من مختلف الفئات والاتجاهات من كل لون، أشتات مختلفة تجمعت من كل مكان من كل الأفكار والثقافات ومن مختلف الفئات العمرية. الآلاف يحملون جنازة الشهيد على أكفهم والبحرين في قلوبهم، خرجوا جميعا تحت لواء واحد يجمعهم ومطلب واحد يوحدهم، التفوا حول البحرين حبا دفعتهم مشاعرهم، واتخذوا من الحرية وقودا يدفعهم ويقوي هممهم. لا يمكنك أن تلمح في المشهد إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة الدرب الذي من أجله سقط الشهيد وارتفعت رايته. قوات أمن النظام التي يتكون جل أفرادها من جنسيات لا تتحدث بلغة البحرين أظهرت عداءها للمواطنين وقمعت بوحشية جموع المشيعين وفرضت حصارا على مداخل منطقة العكر، لكن الشباب الثوري جادوا بما يتمكنون للدفاع عن مناطقهم وقارعوا بطش القوات بروح لا تعرف الانكسار، وثبتوا وسط سحب الغازات السامة وهتافات التكبير تشق عنان السماء.